الله. طب اخوها مجدي ما شاء الله ما شاء الله. تخيل روسك انت، شو رايك انا وياك؟ عرف اسمك يا من وين مجدي؟ انا مجدي. صد 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 اي لمسه بيوقعوا هذول، اي لمسه هيدا هيدا هيدا، ولا واحد يلمس الصوره، اذا لمس الصوره بتوقع. تمام انتبهوا بس هذا حنين، اي واحد يلمس الصوره بتوقع، اذا لمس حدا صوره بتوقع. انتبهوا بالناس، تفهم علي؟ تمام يا ناس، اي واحد بيلمس الصورة بتوقع، خلص بوقع كله. اذا واحد لمس الصورة بتوقع، ما حد يلمس الصورة. هذا يلمس اللسان ننظر بمال ذهب.
صار خلاف. ممكن تحكي كلمة لمجدي على الكاميرا؟ شايفك انك على الكاميرا مستوى، بس احكي كلمة لمجدي. سيدي مجدي من كيرة شبابنا، انا يعني تابعت تصويره وتابعت فنه وتابعت اداءه ورقي خطابته، واليوم هذا تتويج لاحد اهم انجازاته، واختياره لشكل الصورة وجلسة الصورة والرسالة اللي بدي يبعثها، انا بعتقد رسالة مهمة بعثها في شبابنا، اللي هو اولا بعد النظر، تحقق تدقيق الصورة، دقة الصورة، يعني هذه الصور أقرب إلى الرسومات، بالتالي ليس مصور، هو ارتقى بفن التصوير إلى مهنة بالرسم والتصوير. الله يعطيه العافية ويقويه، إن شاء الله دائما نشوفه ونشوف كل شباب الوطن بخير وعافية. عليكم السلام. شو رايك بالمعرض؟ بسم الله ما شاء الله جميل. مبسوطة أهم شيء؟ طبعا الحمد لله، شو أحلى من هيك؟ رضاكي؟ إن شاء الله من أهل الأعلى. إن شاء الله خير. إن شاء الله من أهل الأعلى يا رب. إن شاء الله يا رب نشوفك أنت كمان، إن شاء الله مراتب عالية إن شاء الله يا رب. إن شاء الله خير. تسلموا كثير.